برفع إشارة النصر عاد الجيش اللبناني من الجرود بعد 10 أيام على بدء معركة قصف الجرود. بنثر الورود والأرز يستقبل الأهالي أفراد الجيش اللبناني العائدين. كان صعب العيش والناس خيفاني، وصار عنا جيش والجيش لبناني، وسطرنا الحكاية بحبر جروح الأبطال، وصارت إلنا الراي راية الاستقلال، والجيل بعد الجيل صار الأمان يشيل، والجيل بعد الجيل صار الأمان يشيل. عمرت الأزمان هيك انحفظ لبنان، لبنان.